الخلاف او الجدل اللي في المجتمع المصري ايه؟ انه طيب ماشي، انا محتاج كل هذه، محتاج بنيه اساسيه كثيره، ولكن انا محتاج جزء من الفلوس دي استثمرها بقى في البشر، في البني ادمين، مش فقط في الطرق. يعني مع اعجابنا الشديد، انا بحكي لك على جدل داير بيننا، وحضرتك جاي من بره، فيمكن برضو يبقى رؤيتك اكثر موضوعيه مننا. احنا بنقعد نتخانق مع بعض، لا 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 لا، انا ما كنتش عايز العاصمه الاداريه دي، انا كنت شايف ان الفلوس دي ممكن تتصرف على الصرف الصحي مثلا بتاع الناس تحت خط الفقر في الصعيد مثلا، او كنت شايف انها مثلا تتصرف على مصانع. يعني في جدل هنا بين النظريتين، رأيك ايه؟ ما حضرتك يعني ده برضه سؤال كويس جدا. احنا عشان كل الحاجات دي اللي حضرتك ذكرتيها مهمه ولازم يحصل فيها استثمار على المدى الطويل، وانا في تصوري هيحصل استثمار في كافه والواحد دلوقتي شايف يعني في حاجات بتتعمل مش بس في الناحيه الانشائيه، لكن ما ينفعش يعني يبقى عندك مجتمع من غير ما يكون عندك بنيه تحتيه وبنيه اساسيه للمجتمع. يعني حضرتك دلوقتي قلت العاصمه الاداريه الجديده مثلا دي ناس قالت ملهاش لازمه وشيء لا يهاب السياق. العاصمه الاداريه الجديده لو هتوفر على ناس كتير اوقات كتيره جدا، وهتحط جنبها او حواليها مصانع تشغل ناس، والواحد هينزل من بيته يروح الشغل مصنعه في تلت ساعه او في ربع ساعه بدل ما يقعد ساعه ولا ساعه ونص على الدائري ولا على محور او اي طريق تاني، يعني انت كده هتنهض بالمجتمع، هتنهض بيه. انت خلقت مجتمع، مجتمع تاني هينهض باللي انت، بس لازم طبعا يكون حواليه مصانع ومدارس ومستشفيات ووسائل مواصلات دي كلها اساسيات. والفرد بقى اللي عايش في المنطقه دي او جنب المنطقه دي وبينزل 10 دقايق ولا ربع ساعه يروح شغله، هو نفسه هيبقى عنده يعني قابليه وعم مبسوط انه رايح الشغل ومبسوط انه بينتج، بدل ما ينزل يقعد في طريق ساعه ولا ساعه ونص رايح وساعة ونص راجع. ويعني يعني مهم جدا الاستثمار في البنية الأساسية والبنية التحتية لنهضة المجتمع. طبعا لو هنحسبها زي ما قلت لحضرتك، احنا نموذج المحاكاة اللي عملناه ده بتحسبوها كام يعني؟ ايوه بالظبط كده، ما هي على حسب الخريطة وعلى حسب الناس وعلى حسب الطرق، هي ما بتبقاش يعني انا ملهاش إجابة واحدة، لازم ديتا بنحطها في النموذج بتاعنا ده ويقول لنا بالظبط هيحصل كذا بعد فترة زمنية معينة. لو ليك انك تفكر، طب ايه الاولويات اللي لازم ان تكون للحكومه المصريه في الفتره القادمه، ممكن تقول ايه؟ طبعا هو يعني لو حاجه من الحاجات اللي اتعملت وانا شايف ان هم مشوا على الطريق الصح، وان شاء الله نكمل في الحته دي، كان في استثمار قوي جدا في مجال الكهرباء. ومجال الكهرباء ده من اهم المجالات، لان جميع القطاعات في البلد بتعتمد على الكهرباء. يعني كل حاجة بتعتمد عليها، من مصانع، من مستشفيات، من مدارس، من بيوت، لو عايش في البيت محتاج كهرباء. وحصل استثمار جامد في هذا القطاع اللي انا بقراه، يعني 150 مليار وصلنا لدرجة ان احنا ما عندناش مشكلة في الكهرباء زي ما كانت موجودة قبل كده.